وده اللي هنقوم بيه. واحب اوضح هذه النقطه، بنتكلم على السادات المنصوره اسكندريه ودمياط ودمنهور، السادات الموجوده في المحافظات، ويمكن في تعاون مشترك مع الساده المحافظين ان احنا بنأهل هذه السادات بموضوع الكاميرات اولا والذوبات الكاشفه عن المعادن والمواد الخطره. طب دكتور عماد، ممكن نعرف اسامي ال 12 استاد يبقوا ايه؟ يعني انا ما يعني مثلا انا هقول مع حضرتك مثلا استاد المنصوره. استاد المنصوره يعني من البدايات، لان معالي المحافظ هو ده كان بيتكلم في اول موضوع بالنسبه لاستاد المنصوره. استاد اسكندريه اكيد. استاد اسكندريه طبعا. واستاد المحله. المنهور والمنيا والمحله وبني سويف. طيب. كل انما عندنا استاد القاهره كامل تماما الحمد لله، ويمكن في بعض الاسر خاصه بتكليفات من وزاره الداخليه، هيبقى لنا بعد كده نقطه الخاصه بتجهيزات اخرى، دي اللي بنحاول نعمل فيها المفاوضات مع وزاره الداخليه وبطبقا لقرارات النيابه. ايه هي يا دكتور؟ ايه هي الحاجات الثانيه الاخرى اللي عايز تعمل فيها مفاوضات مع الداخليه؟ اللي هي تعليه الاسوار والاسلاك الشائكه اللي حوالين الملعب، لان دي هتلغينا بعض المتطلبات الخاصه بالاتحاد الدولي فيما يتعلق بتنفيذ المباريات والبطولات. طب دكتور عماد، كده ان شاء الله يعني على بدايه الموسم الكلام ده كله هيبقى ان شاء الله جاهز. هو ده اللي احنا بنجري على قدم وساق في المجلس القومي للرياضه، ويمكن انا سمعت كتير جدا من البرامج وسمعت ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده، ولكن احنا عندنا اسر قانونيه يجب ان نراعيها، وهي قيد المراقبين ثم فتح هذا المجال فيه طبقا للقانون 89 الخاص بالمناقصات والممارسات، عشان نقدر ان شاء الله نعمل هذه الاعمال. والاعمال دي خاصه بتركيب الكاميرات والبوابات، اعتقد ان يعني بنتكلم على توريد، ما بنتكلمش على اعمال اكثر من ذلك يعني. طيب دكتور عماد، انت حضرتك النهارده في جريده الشروق بتحذر اتحاد الكره من التعاقد مع اديداس بدون اجراء مزايده. يا فندم انا بتكلم في هذا الموضوع، اذا كان موجود اتحاد الكره النهارده ممثلي الاداره التنفيذيه لاتحاد الكره المنوط بها تيسير الاعمال طبقا لقرار رئيس المجلس القومي للرياضه، تيسير الضروري والعاجل من امور الاتحاد. تمام. اضافه الى بعد ما يجي لهم التعديلات الخاصه باللائحه من الاتحاد الدولي ان هم يجيبوا المجموعه المختاره من الجمعيه العموميه للدعوه لبند الانتخابات. اذا هذه الاداره التنفيذيه منوط بها تيسير الضروري والعاجل، اما هذا الامر الخاص بتعاقد لمده 7 سنوات مع احد الشركات منفرده في موضوع عقد اديداس، انا بقول ان ده يستلزم وجود الجمعيه العموميه للاتحاد تجتمع عشان تقول دورها في هذا الموضوع، لان ما فيش مجلس اداره موجود في الاتحاد دلوقتي. تمام. طب دكتور عماد، يعني النهارده لما يجتمع 10 انديه ويصدروا بعض القرارات، يعني من وجهه نظرك هذه القرارات موجهه لمين؟ موجهه لحضرتك مثلا كرئيس مجلس قومي للرياضه؟ انا ما اعرفش الطرح 10 انديه مين اللي وعاملين قرارات ايه؟ يعني هم على... لا هم خدوا النهارده عملوا اجتماع في نادي نجوم المستقبل في 6 اكتوبر وخدوا مجموعه من البيانات، هل هذه مجموعه من القرارات هذه القرارات دي هل موجهه لحضرتك انك تنفذها ولا دي موجهه لي؟ انا ما اعرفش ايه القرارات، والجمعيه العموميه قوامها العدد ال 10 انديه ما يبقاش قراراته نافذه الا لدعوه الجمعيه العموميه لها مصاب القانوني للانعقاد ولها معين في الانعقاد، وتاتي بدلوها ساعتها لا صوت يعلى على صوت الجمعيه العموميه فيما لا يتعارض مع القانون. طب البعض بيقول يا دكتور عماد، انت ليه حضرتك يعني ساكت في هذه الفتره بخصوص ما يحدث داخل لجنه تسيير الاعمال في اتحاد الكره من قرارات وتخبط في القرارات، وانت حضرتك يعني رئيس المجلس القومي للرياضه، يعني شايف رئيس المجلس القومي للرياضه يا استاذ محمد زي ما حضرتك عارف والساده المشاهدين يجب ان يكونوا يعرفوا تماما ان تيسير الامور الضروريه والعاجله من امور الاتحاد وليس اتخاذ قرارات تكون بشان الجمعيه العموميه للاتحاد او مجلس اداره الاتحاد. يعني حتى لو قرارات خاطئه يا دكتور عماد، يعني حتى لو خدوا قرارات خاطئه القرارات الخاطئه تحاسبهم عليها الجمعيه العموميه، وده اللي هيتم في اقرب وقت، لانهم هيدعوا الجمعيه العموميه للانعقاد، والجمعيه العموميه هتدلي بجلوها في هذا الموضوع، لان هي صاحبه الشان طبقا لقوانين الاتحاد الدولي ولوائح الاتحاد المصري. طب هل يا دكتور عماد ما فيش ما يمنع ان احنا نعدل هذه اللوائح ان يكون لرئيس المجلس القومي للرياضه؟ ده يبقى تدخل حكومي يا استاذ محمد زي ما حضرتك عارف، واحنا لغايه دلوقتي بنسير بعيدا عن التدخل الحكومي في امور ما انا عارف ما هيبقى تدخل حكومي وانا ما عنديش حد عارف يدير. طب ما انا الكوره هي اللي متورطه. الحكوميه صاحبك الحق في هذا، ومن منبرك الاعلامي المسموع والمحترم بيقول للجمعيه العموميه تدلي بدلوها باجماع وتاتي وتعمل دورها في تسيير امور جمعيتها العموميه واتحادها، لان هم اصحاب الاتحاد.
طب انا معاك يا دكتور، بس انت حضرتك تعلم الجمعيه العموميه ومش عايز اتكلم اكتر من كده يعني، ما انت عارف لا حضرتك. لا احنا عندما لا تاتي الجمعيه العموميه بامر ما مهم جدا في هذا الامر لا تدخل الحكومه فيه، لان هم اصحاب الشان في هذا الموضوع. وخلينا حاسمين في هذا الموضوع يا استاذ محمد. خلي كل الامور في نصابها. المجلس القومي للرياضه مسير ومساعد للحركه الرياضيه المصريه في كل 44 اتحاد، شان اتحاد الكره شان كل الاتحادات الاخرى. لا اصلا انا هقول لحضرتك كلمه بتتقال وكلمه بتتردد حاليا ان بنقولها كلنا، يقول لك ان الدكتور عماد البناني مش عايز ياخد قرارات لانه عارف انه مش هيكمل، فيقول لك اخد قرارات ليه في هذا التوقيت واعمل مشاكل ليه. لا يا فندم، انا لغايه اخر يوم من ايام التكليف انا بشتغل بجهد انا وزمايلي في المجلس القومي للرياضه. انما عشان القرارات مش عنتريه، القرارات تنبع من قوانين ولوائح وانا بحترمها، احترم احكام القضاء، احترم التعليمات الخاصه باللوائح والقوانين، وده اللي بيسير عملنا وليس هذا الطرح، لانه خارج تماما من النطاق اللي احنا بنعمله. وهل حضرتك يا دكتور عماد ما تدخلتش خالص في قرارات لجنه التظلمات اللي حصلت وكان شريك تعليق؟ لم يتدخل المجلس القومي، وعلى من يدلي بهذا القول ان يثبت ذلك البينه على من ادعى. ولا التصريحات اللي طلعت دي طالعه منسوبه لحضرتك ولا حضرتك؟ لا، مفيش تصريحات منسوبه. التصريحات المنسوبه المغلوطه تم تكذيبها فورا على نفس الصفحات ونفس الجهات. تمام دكتور عماد، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. انا اللي بشكرك من المنصوره، اعمال هامه جدا في مجال الرياضه، محافظ المنصوره معانا، استاذ ابراهيم مجاهد والساده رؤساء الانديه، وبنيه اساسيه رياضيه في المنصوره، يعني يجب ان نشيد بيها يا رب في المنصوره وفي باقي المحافظات يا دكتور ان شاء الله. وانا هكون في جوله كبيره في كل المحافظات باذن الله، لان هذا العمل ميداني. انا التكليف